بعدك حلوة وصرتي أحلى. شو هالصدفة ما في أحلى. قلبي شوفك يا ما استحلى. جاري غزال مساء الخير. مساء النور أربل. اليوم الحلقة ميلادية والأجواء حلوة بالكواليس، خبرنا شو ناطرنا منك على المسرح اليوم؟ اليوم هيك بتحسنا كلنا مرستقين، بدلات، بساطين، بتحس الأجواء أوريدي ميلادية، بتحس في فرح قبل ما نطلع على المسرح. بقى بتخيل اليوم رح يكون في أوريدي هيك مثل أنرجي حلوة بين المشتركين حتى بغض النظر عن الغناء يعني. جاري خبرنا جمعة الماضي ما قدرنا عرفنا منك لأنه كنت أنت كمان من الأشخاص اللي ختموا السهرة، اليوم كمان خبرنا شو رأيك، هل أنت راضي عن رأي لجنة التحكيم فيك؟ منشوف مرات بيبتسموا لك بتبتسم لهم، مرات هيك بتكون في أوقات تعليقات عم تسمع أكثر من أنه ابتسامات، وإذا بدك إطراء بيكون في تعليقات شوي هيك أكثر بتركز على الصوت على الأداء، خبرني أنت راضي لهلأ عن كل هاليسات يلي أجتك، يعني مجموعة يسات طويلة أجتك من أول برنامج هلا؟ صار عندي مثل ديبو يسات يعني، هلا صرت محصن بحس حالي، بس اكيد بالنهايه كل شيء بيرجع للتصويت. راي لجنه الحكم اكيد كلنا بنحترمه وبناخده بعين الاعتبار، منا مثل العاده يعني على طول بوزيتيف وبتحسها هيك بتزت عليك بوزيتيفيتي، واستاذ سيمو يعني على طول رايه بيكون صايب والناس عندك كريديبيليتي له، بقى اللي بيقول لي يعني على طول بيكون بطريقه مهضومه بطريقه خفيفه، كل مره عم بيشبهني لشيء. بقى التشبيه هذيك الجمعه كان سبع which is very good يعني، بقى اكيد كثير راضي عن رايهم. معقول يشبك هلا بغزال طالما عيد الميلاد والغزال بيكون هو الحيوان المشهور بعيد الميلاد؟ مفروض، فكره منيحه. يلا هلا خلينا نشوف سوا. جاري انا بدي اتمنى لك كل التوفيق ومن هلا رح اقول لك ميري كريسماس. ثانك يو، سيم تو يو. يا ربي دوم ايامنا سوا ويبقى طول جمعنا الهوى. يا ربي دوم، يا ربي دوم. Thank you.